صباح الخير، صباح الأمل وصباح السعادة على كل من يشاهد قناة العراقية الرياضية وحلقة جديدة من برنامج جريدة ونت، وأهم العناوين الصحفية وأهم ما كتب من مقالات وما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام والتويتر. الحلقة تنطلق لكن بعد الفاصل. حياكم الله، نشرع في عالم الصحف، والبداية سوف تكون من صحيفة الصباح كما جرى في العادة، وأهم ما جاء في ملحقها الرياضي الأول الصادر لهذا اليوم. ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتازة، الجوية يواجه نفط ميسان، والشرطة يستقبل أربيل، ولا زلنا في صحيفة الصباح. ونذهب إلى الملحق الآخر من هذه الصحيفة ونقرأ أهم عنونت لهذا اليوم، حيث جاء في ملحقها الآخر الصادر لهذا اليوم: غياب التكافؤ في جميع لقاءاتهما، ما قصة المواجهات الأربع بين الزوراء وفريق القاسم، واليوم انطلاق بطولة العراق ببناء الأجسام، وبالتزامن مع زيادة وفد الاتحاد بزيارة وفد الاتحاد الدولي، وزير الشباب يتفقد ملعب الميناء الأولمبي. ونقرأ أيضا في هذه الصحيفة وهذا الخبر: سلة النفط تواصل تدريباتها تأهبا للتنشيطية، وخالد يحيى معسكر الإعدادي في إدهوك ودي ماريو خارج القائمة. ولازلنا في صحيفة الصباح ونذهب إلى ملحقها الآخر ونقرأ أهم عنونة لهذا اليوم، حيث جاء فيها، وربما هذا الملحق يختص ب بعض الأخبار العالمية: الإصابة تحرم أرسنال من جهود تشاكا، وأسطورة الجوم ماز بايلز كنت أعتزل قبل أولمبياد طوكيو، وبوراي يتقدم في بطولة سان دييغو للمضرب، والتشيك تستعيد نجمها الأول، وغوارديولا فيراتي لاعب استثنائي، إسبانيا تشرع وباب ملاعبها أمام الجماهير. إذن أحبتي المشاهدين، هذه جميع الأخبار الرياضية الصادرة في صحيفة الصباح لهذا اليوم. بعدها ننتقل إلى صحيفة أخرى وأهم ما جاء في ملحقها الصادر الأول لهذا اليوم، وهي صحيفة المدى، حيث جاء فيها: أثنى على مشروع رئيس الاتحاد وطالب بمعايير للمدربين مهدي عبد الصاحب، دورينا يأوى فرقا شعبية بصلاحيات منتهية، وصراع قيمة الدوري يتجدد وخلف في برج سعده. وأيضا نقرأ في صحيفة المدى: وفد الفيفا يغادر البصرة، والدرجال يؤكد ثقته بأمبنتينيو، والليغا تؤشر انخفاض أنفاق برشلونة وزيادته في مدريد. هذا أبرز ما عنونت به صحيفة المدى من أخبار رياضية صادرة لهذا اليوم. نغلق المدى ونذهب صوب صحيفة أخرى ونقرأ أهم عنونت لي هذا اليوم، حيث نذهب إلى صحيفة الزمان، جاء فيها لهذا اليوم: السماح بمشاركة طارق في مباراة العراق، ومحترف الصفاقسي يبعث برسالة للملاك الفني، والمنتخب يرد، وسلة الشرطة تضم لاعبين جدد بتدريبات دهوك، درجال يصطحب وفد فيفا لتفقد منشئات المدينة الرياضية، وتعثر افتتاح ملعب الحبيبية بعد امتناع المنفذ عن الإنجاز، ومنتخب تونس للشباب يواجه العراق وديا، وخمس مباريات اليوم في منافسات الممتاز، شريف يلحق بريال مدريد هزيمة تاريخية، وميسي يفك عقده باريس أمام كتيبة غوارديولا في دوري الأبطال. هذا كل ما جاء في صحيفة الزمان الصادرة لهذا اليوم. نغلق الزمان ونذهب إلى صحيفة أخرى ونقرأ أهم الأخبار الرياضية الصادرة لهذا اليوم، وهذه المرة سوف تكون مع صحيفة الدستور، حيث جاء في ملحقها الأول الصادر لهذا اليوم: وفد الفيفا يتجول في البصرة، ورئيس اتحاد الكرة يصطحب وفد الفيفا لتفقد منشئات المدينة الرياضية الجوية ونفط ميسان بمواجهة مرتقبة. وأيضا نقرأ: الطلبة والديوانية بمواجهة التحدي، وانطباعات إيجابية للوفد الدولي، والكرخ والنفط بصراع تكتيكي، فرحان لن نفرط بالنقاط،
والصناعة وسامراء بلقاء الطموحات، وأحمد كاظم نطمح بكسب النقاط، والعندليب يلاعب نوروز، ونقرأ الخبر الأخير أحمد خلف شعارنا الفوز. هذا أبرز ما جاء في الملحق الأول لصحيفة الدستور من أخبار رياضية. نذهب إلى الملحق الآخر ونقرأ أهم عنونت لهذا اليوم هذه الصحيفة من أخبار رياضية صادرة، حيث جاء فيها: قبل مواجهتي التصفيات الأسود بين الضغط النفسي وضيق الوقت، درجال يلتقي وفد الاتحاد الدولي الذي يزور البصرة، وصبيح الصناعة لن يفرط بنقاط سامراء، باسم قاسم النفط مطالب بالفوز في الجولة الثالثة من دورينا الجوية، يلاعب نفط ميسان، والنفط يلاقي الكرخ، والطلبة يلاقي الديوانية، وأيضا أقرأ إقامة مهرجان الرياضات الطبيعية في أهوار الشبايش، وتواصل العمل في ملعب الميناء الأولمبي. إذن أحبتي المشاهدين، هذه جميع الأخبار الرياضية الصادرة في صحيفة الدستور من الدستور. نذهب إلى الحقيقة ونقرأ أهم عنونت لي هذا اليوم في ملحقها الرياضي الأول الصادر، حيث جاء فيها: لماذا باسل قرقيز تحديدا، ومنتخبنا الشبابي وعسكر في تونس استعدادا لغرب آسيا، وزير الشباب يطمئن وفد الاتحاد الدولي بجهوزية البصرة وفق المعايير الدولية، وعلى عباس يصل العراق ويلتحق بالقوة الجوية. نذهب إلى الملحق الآخر من هذه الصحيفة ونقرأ أهم الأخبار الرياضية، وهي صحيفة الحقيقة وأهم عنونت لي هذا اليوم، حيث جاء فيها: ليبرون جيمس لدي رغبة عارمة في مواصلة الفوز، وشريف يلتحق بريال مدريد هزيمة تاريخية، وهكذا تكلم إنريكي. نكمل في هذه الصحيفة ونقرأ أهم الأخبار: إيماريا دوركا تشارك ببطاقة دعوة في أنديان ويليز. هذا أبرز ما جاء في صحيفة الحقيقة الرياضي الصادرة لهذا اليوم. نذهب إلى الصحيفة الأخيرة وهي صحيفة الصباح الجديد ونقرأ أهم عنونت لهذا اليوم، حيث جاء فيها: الجولة الثالثة لممتاز الكرة تبدأ اليوم بإجراء 5 مباريات، درجال يصطحب وفد الفيفا لتفقد منشآت المدينة الرياضية في البصرة، وأهل بنغازي يمنح همام حرية تمثيل الأسود، أستاذ خليفة الدولي ملعبا لمباراة العراق ولبنان، ونجف يجري جولة تفقدية في أقسام اللجنة الأولمبية، وتسمية الملاك التدريبي المساعد لمنتخبنا التاكواندي واليد يمدد فترة انتقال اللاعبين، وسلة الشرطة يعسكر في إدهوك. ونقرأ الخبر الأخير: باريس سان جيرمان يخرج منتصرا من موقعة السيتي، وميسي يدون أول أهدافه. إذن أحبتي المشاهدين، هذه جميع الأخبار الرياضية الصادرة لهذا اليوم، نكمل لكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد إلى عالم المقالات، والبداية سوف تكون من صحيفة المدى، والمقال الذي كتب تحت عنوان: حينما تتلاشى الأهداف، في قلم الكاتب عمار ساطع، والذي تحدث فيه عن الأهداف وعن الثبات التدريبي وأمور كثيرة تخص فرقنا وتخص الدوري العراقي في الفترة الأخيرة. لنستمع إلى تفاصيل هذا المقال بصوت زميلة رحيل. يحق لمدربي كرة القدم أن يصلوا إلى مبتغاهم في قيادة فريقهم إلى تحقيق الانتصارات وصولا إلى أفضل المراكز والمواقع، مثلما يحق للمدربين أن يظهروا إمكانياتهم وما يملكون من خبرات تراكمية. عليهم أن يفهموا أن أمكنتهم التدريبية قد تتبدل وربما تتغير، إذ أن الموقع التدريبي غير قابل للاستقرار حتى في حالة تواجدهم في تسلسل متقدم مع فرقهم وتسجيلهم النجاحات. عندنا في العراق قد يترك المدرب عمله حتى وإن كان في قمة الترتيب مع فريقه، وقد حصل ذلك لأكثر من مرة في دورينا على مدى المواسم 10 المنصرمة،
إذ أن سقف الطموحات قد يتعدى حدود الواقع ويزيد عن المنطق بكثير. وعند المدربين فإن الحفاظ على العمل أفرض في الكثير من الأحيان عن الذي يمنحه لفريقه حيث الارتقاء في المستوى وتمكينه بالشكل الذي يجعل الفريق من بين الأفضل على مدار الموسم. ولأن الاستقرار مفقود تماما عند إدارات أنديتنا وهو ما ينسحب فيما بعد على الأجهزة الفنية ومن ثم اللاعبين وبالنتيجة إلى ما تحققه الفرق من خلاصة مشاركاتها في المنافسات، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور التفاوت الحاصل من فريق إلى فريق آخر من دون المرور بالأدوار الصحيحة والمنطقية التي يفترض بها أن تأخذ مجراها. وعليه فإن ما يحدث عندنا هو خارج الحسابات الواقعية. نعم، الاستقرار الذي أتحدث عنه يعتمد على حجم الإمكانية المالية التي يفترض أن تكون سندا وعونا، إذ تمنحه مساحات من الفرص في جلب الأفضل واختزال المشاكل والإرهاصات التي قد تواجه الفريق وتقلص مما قد يعانيه على مدار الموسم الكروي. فإن أهداف المدربين واستراتيجية البناء الفعلي تتلاشى أمام ما يحدث من تناقضات تفرض نفسها بقوة في كل حين لما يحدث من غياب للرؤية الصحيحة وضياع للنظام وعدم تحديد الأهداف مسبقا. إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة الحقيقة، حيث كتب قاسم حسون الدراجي مقالا تحت عنوان ناطق هاشم نجم هوى قبل أوانه، وتحدث عن الذكرى 17 للنجم الراحل وبلاتين العرب ونجم القوة الجوية والمنتخب الوطني ناطق هاشم. لنستمع إلى تفاصيل هذا المقال. مرت علينا خلال الأسبوع الحالي الذكرى 17 لرحيل النجم الدولي اللاعب ناطق هاشم رحمه الله في يوم 26 من آب في عام 2004. وقد كنت أعمل حينها محررا في صحيفة سبورت توداي والتي يترأسها الزميل علي رياح وبمعية مجموعة من الصحفيين المميزين ومن بينهم الدكتور عدنان لفتة وهشام السلمان وحسن عيال وآخرين. وقد كلفت قبل يومين من هذا التاريخ من قبل رئيس التحرير بإجراء حوار مع اللاعب ناطق هاشم عبر الهاتف كونه يعمل مدربا محترفا في أحد أندية دوري سلطنة عمان. وبينما كنت أتهيأ لإعداد الأسئلة والحوار صعقت في صباح ذلك اليوم بنبأ وفاته من قبل رئيس التحرير، والذي استدعاني لمكتبه وقال لي: قاسم، إلغي الحوار مع ناطق هاشم واكتب خبر رحيله في الصفحة الأولى. كيف أكتب عن رحيل الصديق والزميل أوجار ابن قطاعي؟ كيف أكتب خبر رحيل نجم كبير، لاعب مميز، مدرب قدير وشخصية محترمة ومحبوبة لدى الجميع؟ وراحت تختلط دموع العين بحبر القلم وأدون كلمات لا أعرف كيف صيغت وبأي أسلوب خطت، حيث ولد اللاعب الراحل ناطق هاشم عام 1960 في أحد الأحياء الفقيرة وتحديدا في قطاع 43 في مدينة الصدر، والذي عاش فيه وترعرع. القطاع الذي كان وما زال منجما للاعبين والمواهب الكروية، حيث تخرج من ساحة تطوان عشرات اللاعبين من بينهم فلاح حسون الدراجي لاعب السكك السابق ومنتخب الشباب، ونوري هاشم لاعب الزراعة واعتماد الثورة، وجبار عبد النبي هداف فريق الصناعة، وشقيقه المهاجم البارع فاضل عبد النبي هداف القوة الجوية والطلبة، وكريم جبر لاعب الجيش، وكريم صدام مدافع الأمانة، وباسم قاسم لاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة، ومحمد علي كريم لاعب المنتخب الوطني، وسرمد علاوي وحسين أبو الهيل وخلف حبش ومصطفى جودة ووسام طالب وآخرين. حياكم الله إلى عالم السوشيال ميديا، والبداية سوف تكون من شبكة فيفا سبورت وأهم ما جاء فيها لهذا اليوم من مصادرها الموثوقة علمت هذه الشبكة. إن الصربي بوتروفيتش المدرب المساعد لمدرب العراق أوتوفاكت وفلاديمير
كورنيتش مدرب اللياقة البدنية يصلان اليوم إلى العاصمة بغداد لمتابعة مباريات الجولة الثالثة للدوري العراقي قبل سفر بعثة المنتخب إلى قطر يوم الأحد القادم. هذا أبرز ما جاء في صحيفة فيفا سبورت، عفوا موقع فيفا سبورت. نذهب إلى موقع ون ونقرأ فيه لهذا اليوم أيضا حول اختيار اللاعبين لمنتخبنا الوطني، وذكرت المصادر أن القائمة العراقية ضمت مركز حراسة المرمى فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين. إذن هذه القائمة التي ربما تتواجد مع المدرب أودوفاكت للمباراة المقبلة أمام المنتخب اللبناني والمنتخب الإماراتي. نغلق هذا الحساب ونذهب إلى حساب آخر، وهو حساب شبكة الكرة العراقية، وجاء فيها أنباء عن استبعاد جيستي بيرام همام طارق وفرانس بطرس وبشار ريسان من المنتخب الوطني لمباراة لبنان والإمارات. وهذه هي الأبرز الأخبار التي تدور حول منتخبنا الوطني وقضية استبعاد واستقطاب وجلب لاعبين لمنتخبنا الوطني في هذه الفترة المقبلة. من شبكة الكرة العراقية نذهب إلى صدى الكرة العراقية، وجاء فيها لهذا اليوم مصدر اتحادي مقرب من المنتخب الوطني: لا صحة لاستدعاء إلى فريق الشرطة عبد الرزاق قاسم للمنتخب الوطني. اللاعب لا زال متواجد مع منتخب الشباب، والمدرب الهولندي طلب أن يشارك بشكل أكبر مع منتخبات الفئات العمرية قبل استدعائه للمنتخب الأول. وبالتأكيد ربما موهبة مميزة تنتظر الكرة العراقية في قادم الأيام. من صدى الكرة العراقية نذهب إلى حساب آخر، وهو موقع المحترفين، جاء فيه لهذا اليوم اللاعب جيلوان حمد تم توجيه الدعوة له للتواجد مع مباراة لبنان قبل أسابيع. اليوم تم إلغاء الدعوة، ما الذي تغير خلال هذه المدة؟ وكل هذه الأمور ترجع إلى مدرب المنتخب الوطني أودوفاكت وقناعته ببعض اللاعبين، وهذه الأمور هي حصريا تأتي من المدرب أودوفاكت. نغلق حساب موقع المحترفين ونذهب إلى حساب آخر، وهو حساب موقع نادي القوة الجوية، ورسميا تحديد غياب ترغام إسماعيل عن صفوف الصقور لمدة 3 أسابيع. هذه الإصابة التي تعرض لها في التمرين والاشتراك مع إبراهيم بايش، ومن ثم تعرض ترغام إسماعيل إلى إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أسابيع. كل الشفاء والموفقية للاعب والعودة السريعة إلى الملاعب. نغلق حساب نادي القوة الجوية ونذهب إلى الحساب الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم، حيث اجتمع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال اليوم برؤساء وممثلي الأندية للدوري الممتاز، وحضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد محمد فرحان، وطرحت العديد من الأمور والقضايا المتعلقة بالدوري العراقي الممتاز. وهذه هي النقاط الرئيسية التي يحاول رئيس الاتحاد عدنان درجال أن يضعها، وأيضا أن يحل المشاكل التي دائما ما تتعلق بالفرق العراقية والملاعب العراقية وقضية المحترفين وما شابه ذلك. نغلق حساب الاتحاد العراقي ونذهب أيضا إلى خبر آخر، وهو إلى الغريم التقليدي لنادي القوة الجوية نادي الزوراء، يواصل تدريباته اليوم تحضيرا لمواجهة نادي القاسم ضمن الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز، والتي يضيفها ملعب الشعب الدولي في الساعة 8:30 مساء. هذه أبرز الأخبار التي جاءت عبر حساب نادي الزوراء واستعداد نادي الزوراء لهذه المباراة المرتقبة التي تجمعه بفريق نادي القاسم. نذهب إلى نادي الشرطة، وهذه المرة الشرطة النيجيري أوهانو ينخرط في تدريبات الشرطة تحضيرا للاستحقاقات المقبلة. إذن فريق الشرطة يعزز صفوفه بالمحترف أوهانو بالتأكيد للمباريات المقبلة من الدوري العراقي الممتاز والمنافسات المهمة لفريق الشرطة، الذي قدم مستويات مميزة في المباراة الأولى من الدوري العراقي الممتاز، وهو الآن يعزز الفريق بمحترفين
بعد استقطاب المدرب المصري الجديد لفريق الشرطة، من نادي الشرطة إلى نادي آخر وهو نادي نفط ميسان. والصفحة الرسمية بالصور، فريق نفط ميسان ينهي استعداداته لمواجهة القوة الجوية اليوم على ملعب الشعب الدولي. هذه المواجهة التي تجمع بين نفط ميسان والقوة الجوية ضمن الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز، والتي يسعى من خلالها الفريقان إلى تقديم مستوى مميز يليق بسمعة الفريقين بالنسبة للقوة الجوية وأيضا بالنسبة لنفط ميسان. نغلق حساب نفط ميسان ونذهب إلى نادي آخر وحساب آخر وهو نادي نفط البصرة. الفرسان ينهون الوحدة التدريبية الأخيرة لهم في البصرة قبل التوجه عصر اليوم إلى العاصمة بغداد لمواجهة فريق أمانة بغداد. هذه أيضا المباراة التي يسعى من خلالها نفط البصرة أن يقدم مباراة مميزة أمام أمانة بغداد، وهذه المباراة التي يسعى من خلالها إلى اقتناص نقاط المباراة الثلاث. من حساب نادي نفط البصرة إلى حساب آخر وهو حساب نادي سامراء، يخوض نادي سامراء المباراة الثالثة من الدوري الممتاز بدون جمهور عندما يحل الضيف على نادي صنعاء يوم الساعة 3:30 عصرا على ملعب نادي صناعة بالتوفيق وحصد النقاط الثلاث. هذا أبرز ما جاء في الحساب الرسمي لنادي سامراء والمؤازرة لهم من قبل المحبين والمكتب الإعلامي لفريق سامراء. نذهب إلى أيضا حساب الصفحة الرسمية لنادي الديوانية، التقديم الرسمي لمحترفي كرة الديوانية الغيني جون موستي والتوغولي دوف ويمي، وأيضا ربما تنتظر الديوانية مباراة مهمة ومرتقبة أمام فريق الطلبة، والتي يسعى من خلالها الديوانية إلى تقديم مباراة مميزة واقتناص نقاط المباراة الثلاث، سيما وهو يصطدم بعقبة فريق متمرس وحقق نقاط مهمة أمام فريق النجف وهو فريق الطلبة بقيادة المدرب قحطان اجتير. نغلق حساب الصفحة الرسمية لنادي الديوانية ونذهب إلى حساب آخر وهو حساب نادي أمانة بغداد. علي عمار يمثل العراق في بطولة العالم للشباب برفع الأثقال. يشارك لاعب المنتخب الوطني ونادي أمانة بغداد لفعالية رفع الأثقال علي عمار في بطولة العالم للشباب التي ستقام في المملكة العربية السعودية من 2 إلى 12 من الشهر المقبل، وهو اللاعب الوحيد الذي سيمثل العراق بهذا المحفل الدولي المهم. هذا أبرز ما جاء في حساب نادي أمانة بغداد. إلى حساب معرض الكرة العراقية وجاء فيه حارس مرمى الزوراء علي ياسين ضمن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي لبنان والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 2022 إلى جانب فهد طالب وأحمد باسل، واستدعاء علي ياسين سيما بعد المباراة المهمة والمرتقبة والمميزة التي قدمها في كأس السوبر أمام نادي القوة الجوية. نكمل الحلقة لكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد إلى عالم السوشيال ميديا، وهذه المرة من الصحف العالمية، والبداية سوف تكون من صحيفة لا غازيتا ديل سبورت الإيطالية الصادرة لهذا اليوم، حيث كيزا يقود يوفنتوس إلى تحقيق انتصار على تشيلسي في المباراة المهمة والمرتقبة والصعبة بالنسبة ليوفنتوس، والتي حقق من خلالها الفوز بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب كيزا، وهذا أبرز ما عنونت به صحيفة لا غازيتا ديل سبورت الإيطالية الصادرة لهذا اليوم. ونذهب إلى صحيفة أخرى وجميع الأخبار ربما تختص في دوري أبطال أوروبا، وهذه الصدمة بالنسبة لجماهير برشلونة ولفريق برشلونة الذي تعرض إلى خسارة قاسية أمام فريق بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وهذه هي المباراة التي وصفت بالصعبة والقاسية لجماهير برشلونة ولنادي برشلونة، وهذا أبرز ما وصفته به صحيفة ماركا الإسبانية الصادرة لهذا اليوم. من صحيفة الماركا نذهب إلى صن الإنجليزية والمباراة الكبيرة
التي ظهر بها الشياطين الحمر استطاع أن يحقق الفوز والهدف القاتل لكريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة من المباراة، وحقق الفوز على فريق الغواصات الصفراء في هذه المباراة، واستطاع أن يتغلب بهدفين لهدف واحد في المباراة المهمة والمجنونة بالنسبة لكريستيانو رونالدو. هذا أبرز ما عنونت به صحيفة صن الإنجليزية الصادرة لهذا اليوم. نذهب إلى الصحيفة الأخيرة وهي صحيفة ليكب الفرنسية، وجاء فيها لهذا اليوم ليل يقع في فخ سالسبورغ، هذه المباراة التي تعرض فيها إلى خسارة فريق ليل الفرنسي. إذن أحبتي المشاهدين، هذه كانت نهاية الحلقة، وللتذكير يمكنكم أن تشاهدوا البث المباشر لقناة العراقية الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام والتويتر. الحلقة أن تنقل تقيكم لحلقات أخرى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.